أحداث قضيتنا النهاردة عن كابل، الاتنين دول كانوا بيحبوا بعض، زهقوا من الروتين، مهما كان روتينك حلو دايما بنزهق من الروتين، فقرروا ان هما يطلعوا رحلة يجددوا حبهم فيها ويرجعوا تاني. بس مع الأسف لما راحوا الرحلة دي عاشوا أسوأ كوابيس كان ممكن يتخيلوها في حياتهم. وقبل ما أبدأ القضية حابة أقولكم إن أنا مبسوطة جدا بالدعم اللي دعمتولي الفيديو اللي فات وبكومنتاتكم الحلوة، شكرا جدا ليكم. وانا لو اول مره تشوفني انا ميرنا، بنزل قصص واقعيه ومواضيع مثيره للاهتمام، فلو انت بتحب المحتوى ده اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخلونا نبدا في القضيه على طول. احداث قضيتنا النهارده بتدور في مدينه ميرلاند، وابطال قضيتنا النهارده هما اتنين، البنت اسمها مارسا والولد اسمه جوشوا. الاتنين كانوا قابل وكانوا بيحبوا بعض جدا. جوشوا كان لسه خارج من تجربة طلاق سيئة جدا كانت مأثرة على نفسيته، خصوصا ان كان في طفل عمره 8 سنين. فبالصدفة قابل مارسا في مكان، وعلى طول الاتنين حبوا بعض جدا. العلاقة بينهم كانت قوية جدا بالرغم من ان جوشوا كان عنده 30 سنة بس، ومارسا كان عندها 51 سنة. بس دي حاجة ما ضايقتهمش نهائي، وكملوا علاقتهم. وفعلا الكل اللي كان بيشوفهم كان بيبان عليهم قد ايه هم حابين بعض. في اللحظة دي يا جماعة الاتنين، كانت هي شغالة في شركة تأمينات، وفي مصادر بتقول ان هو كان شغال معاها، وفي مصادر تانية بتقول كلام تاني، بس من باقي القصة اقرب مصدر ان هو كان شغال معاها. الاتنين كانوا شغالين مع بعض، وطبعا اي حد فينا بيزهق من الروتين مهما كانت حياتك مليانة حاجات بتعملها كل يوم، هيجي وقت وتتعب من الروتين، وده اللي حصل معاهم. فالاتنين هنا هم ما كانوش متجوزين، بس كانوا عايشين في بيت واحد سوا. قرروا ان هم هيطلعوا رحله، واختاروا المكان يكون اوشن سيتي، ودي زي مكان موجود جوه مدينه فيرفاكس. هناك سافروا وراحوا واتفقوا ان هم هياخدوا اجازه من يوم 25/5 يوم السبت ليوم 27/5، يعني المفروض يرجعوا شغلهم يوم الاثنين. ففعلا اخدوا الاجازه وراحوا مدينه اوشن سيتي، وبداوا ان هم يخرجوا ويروحوا على البحر يتفسحوا، ينزلوا بالليل يخرجوا بالليل يروحوا نايت وكده، يعني الحاجات اللي هم بيعملوها بلاش احنا دعوه بيها. عموما اليوم ده خرجوا وتفسحوا كده وقضوا اجازتهم، وجه يوم الاثنين. يوم الاثنين زمايلهم في العمل، عشان كده قلت لكم اقرب مصدر انه يكون شغال معاها، زمايلهم في العمل اتفاجئوا ان الاتنين دول مجوش، محدش اتصل، محدش اعتذر، محدش قدم اي حاجة. حتى لو حبوا يقضوا يوم زيادة هناك كانوا هيبلغوهم، مش من طبعهم خالص ان هما ما يجوش الشغل كده من غير ما يقدموا اي مبرر. فاتصلوا باهلهم، واتضح ان اهلهم الاتنين، اهلها واهله، ما يعرفوش اي حاجة عنهم من يوم السبت يوم 25/5 بالليل. فعلى طول اصحابهم اتصلوا بمركز الشرطة. طبعا هما كانوا تبع شرطة ميرلاند، دي شرطة المحلية بتاعتهم، فالشرطة دي اتواصلت مع شرطة اوشن سيتي. وخليني اقول او سي بي باقي القصة عشان الفيديو يعني ما يطولش معانا. المهم او سي بي اول ما عرفوا باللي بيحصل ده على طول بدأوا ان هما يتحلوا. اول حاجة كانوا اخدوا منهم، عرفوا هما نزلوا في انهي منتجع، والمنتجع اللي كانوا نازلين فيه كان اسمه اتلانتس. فراحوا هناك وطلبوا ان هما يفتشوا اوضتهم، ودخلوا فعلا للاوضه. واول ما الباب اتفتح يعني اتفاجئوا من المنظر، كان في كميه هدوم غريبه مرميه على الارض في كل مكان، يعني زي ما يكون حد كده فتح الشنط ورمى الحاجه اللي جواها. فطبعا هما هنا ما بقوش فاهمين ايه اللي حاصل، مفيش اي اثار مقاومه، مفيش اي اثار ان في اعتداء حصل، ان في حد مثلا دخل الاوضه بتاعتهم بالعافيه، مفيش اي اثار لكل الكلام ده، هي بهدله بس. فجه في بالهم ان في احتمال ان الشخصين دول مش منظمين، وان هم خرجوا بسرعة وكانوا راجعين تاني، فعشان كده الاوضة كان وضعها كده. نزلوا تحت لقوا عربية مارسا كمان موجودة في الجراج، وواضح جدا ان بقالهم فترة العربية مركونة ومحدش لمسها. فهم كده ظبطوا التايم لاين بتاعهم على ان الشخصين دول اختفوا يوم 25/5 بالليل، اخر تواصل معاهم. فقعدوا دلوقتي هما الشرطة عارفة ان في ايديهم قضية، دوروا في الشقة بتاعتهم على دم دي ان اي حاجة برضو ملقوش. فهم عارفين ان في قضية في ايديهم، وعارفين انها قضية صعبة جدا لسبب كبير
ان هما في منطقة معروفة بان هي منطقة للاجازات اكتر، فاللي هناك سياح، اللي هناك كلهم ناس كابلز جاية تقضي اجازة مع بعض مش اهل البلد. في ناس كتير غريبة موجودة، ودي حاجة طبعا هتصعب عليهم التحقيق جدا. ما كانش قدامهم الا حل واحد بس، وهو ان هما يطبعوا بوسترز فيها الصورة بتاع جوشوا ومارسا مع بعض، ويحاولوا ينشروها في اكبر يعني قدر ممكن حوالين، خصوصا الاماكن اللي بيبقى فيها الاحتفالات والحاجات دي. هم عارفين ان في الوقت ده معظم السياح ومعظم الناس اللي بيبقوا موجودين بيكونوا سكرانين، فلما حد هيكون سكران اكيد مش هيفتكر انه شايف اصلا جوشوا ومارسا حتى لو شافهم. بس كان عندهم امل في حاجة واحدة بس، ان حد من اللي شغال على البار اللي بيوزع المشروبات غالبا هناك في معظم الاماكن بيكونوا مانعينهم ان هم نفسهم يشربوا، يعني يوزعوا المشروبات بس هم ما يشربوش عشان ما هم ما يسكروش ومثلا تحصل المشكلة، او مثلا يعني الوردية عموما كلها تبوظ. فكان الشرطة كان عندها امل ان الناس دي بتكون فايقة، فممكن يكون مثلا حد منهم شاف جوشوا ومارسا راحوا يشتروا منهم حاجة، راحوا ياخدوا منهم حاجة، ومع الاسف برضو ما وصلوش لولا دليل. برضو احنا في نقطة الصفر، والقضية كانت هتبقى كولد كيس لولا حاجة واحدة بس. في يوم جه اتصال لمركز الشرطة، الاتصال ده كان من شخص شغال في مطعم اسمه ذا هوتلز. الشخص ده اتصل بالشرطة وقال لهم يجوا يلحقوه، لان في سطو مسلح تم على المطعم بتاعه، وان الناس لسه بره بتحط الحاجة في عربيتها. فالشرطة هنا راحت لقوا شخصين قمة الغرابة، لقوا بنت ولقوا معاها راجل، ويعني مش قادره اقول لكم. هم عارفين ان الشرطه وراهم وقاعدين برضو بيلموا الحاجات من الارض، وفي عربيه جيب جنبيهم بيحطوا فيها المسروقات، وسامعين صوت ان الشرطه جايه، وعادي كان مكملين ولا كان في اي حاجه. كمان الناس دي بعد ما سرقته، يعني انتوا واقفين بره المحل، بعد ما سرقوه لا ربطوه لا مثلا قتلوه ولا اي حاجه، سابوه عادي براحته كده وراح اتصل بالشرطه عادي، ولا مثلا هم جريوا فخلاص مش فارق معاهم، لا دول واقفين بيحطوا الحاجات المسروقات جوه الشنطه وهم عارفين ان الشرطه جايه. الشرطه على طول قبضت على الاتنين طبعا وفتشتهم. البنت طلع معاها مسدس وطلع معاها سكين الجيب، الولد برضو مسدس وبرضو سكين الجيب. فتشوا الجيب بتاعتهم ولقوا هناك حاجات، يعني انا مش قادره اقول لكم بصراحه، يعني مفيش حد بيمشي بالكلام ده. اولا كمية ممنوعات غريبة، ثانيا كان معاهم سكينة، وكان معاهم سلاح تاني، كان معاهم شريط لاصق، وكان معاهم كلبشات، والله كلبشات، وكان معاهم استغفر الله العظيم سوري ماسكات. يعني هم معاهم يعني جوه العربية بتاعتهم عدة سرقة وقتل وكل انواع الاجرام. فطبعا على طول ودوهم لمركز الشرطة وبدأوا يستجوبوهم. البنت أول ما حطت رجليها في مركز الشرطة على طول وقعت على الأرض، وجات لها زي نوبة هلع أو نوبة صرع، وفضلت تصرخ وقعدت تقول للشرطي اللي ماسكها جيب لي علاجي بسرعة، جيب لي علاجي بسرعة. فالراجل بيسألها علاجك فين؟ قالت له علاجي بره في الشنطة، الشنطة اللي كانت في العربية. فعلى طول الشرطي جري عشان يجيب لها علاجها عشان ينقذ حياتها. فطلع لقى شنطة كبيرة تمام، فهو مش هيجيب كل دي. فتح الشنطة ودور جواها ولقى، هو بيدور على العلاج دلوقتي يا جماعة، ولقى حاجة هتغير مسار قضيتنا كلها من البداية للنهاية. لقى بطاقات شخصية. دلوقتي يا جماعة الضابط ده لما بص في البطاقات عرف انه عمل انجاز كبير جدا في حياته، لان اللي كانوا في البطاقات دول هما الاتنين اللي صورهم عمالة تتوزع في بوسترز حوالين المدينة كلها بقالها فترة، الاتنين المفقودين جوشوا ومارسا. فجري على طول دخل حكى للمحققين، طبعا عطاها علاجها وهي الحمد لله بقت كويسة. هو قال للمحققين الكلام ده، والمحققين على طول بدأوا يضغطوا عليهم في التحقيق، عايزين يطلعوا منهم بمعلومات. اللي كانوا يعرفوه المحققين في الوقت ده بس ان هي اسمها اريكا وهو اسمه بنجامين، وان الاتنين دول متجوزين وهم اساسا من بنسلفانيا وجايين هنا اوشن سيتي اجازه زيهم زي معظم الناس اللي جايين اجازات. سالوهم انتوا نازلين في انهي فندق او كده، قالوا له ان هم نازلين في منتجع اسمه رينبو. فالشرطه جري راحت على رينبو، اخذوا مفتاح اوضتهم، والراجل اللي في الريسبشن قال لهم ان هم واخدين اغلى سويت في المنتجع كله.
فطلعوا الشرطة على طول للسويت ده. الشرطة أول ما فتحت الباب ودخلت يعني حست بريحة قوية جدا، كان في ريحة منظفات بالطريقة غبية، كمان كان في ريحة دهان جديد، فهم اتخنقوا من الريحة. دخلوا يعني أول ما دخلوا كان في ترابيزة محطوطة قدامهم. الترابيزة زي يا جماعة لقوا عليها مفاتيح، ما يعرفوش لسه المفاتيح دي بتاعت ايه، ولقوا عليها 4 أخطيط رصاصات فيهم دم وفيهم أنسجة، ولقوا عليهم صورة للأربعة مع بعض، جوشوا ومارسا وبنجامين وإريكا، الأربعة مع بعض وشكلهم كانوا مبسوطين وعادي جدا في الصورة دي. كمان دخلوا يدوروا في باقي البيت ولقوا حاجات غريبة جدا. لقوا اللي انتوا اللي هتسمعوه ده بالظبط، لقوا يا جماعة دم تحت حامل شموع في الحمام، لقوا دم تحت المراية بتاعة الحمام، لقوا فتحة رصاصة يعني خرم في الحيطة، خرم رصاصة في الحيطة اللي ظهر الحمام، ولما برضو طلعوا حاجات من الخرم ده طلع معاهم دم وطلع معاهم أنسجة. البانيو من تحت كده يعني قطعة كبيرة جدا مليانة دم، هتظهر قدامكم في الصورة دلوقتي، كل ده كان متساب. لقوا دم في أوضة النوم، لقوا دم تحت الحوض نفسه، يعني لقوا كمية دم ودي ان ايه كبيرة جدا. واضح جدا ان هم حاولوا ينظفوا على قد ما يقدروا بدليل ريحة المنظفات، وان كمان السويت فعلا كان نظيف، بس ما قدروش ان هم يخبوا كل ده. فالشرطة استنتجت ان اكيد كمية الدم كانت كبيرة جدا لدرجة ان كل اللي هم لقوه ده يبقى اللي هم نسيوه. فطبعا الشرطة رجعت بدأت تاني تضغط عليهم في التحقيق، لان هم كانوا الحل الوحيد قدامهم، هم ما يقدروش يدينوهم بالدليل ده بس، ما معهمش جثث، ما معهمش اي حاجة، هم كل اللي معاهم هم واثقين ان الدم والدي ان ايه هيطلعوا لجوشوا ومارسا، بس ما عندهمش اي دليل تاني عادي ممكن يتقال اتعوروا، هم لازم يلاقوا جثة في الوقت ده. فهنا اتعملوا اتفاقية مع اريكا. اريكا اصلا كانت منهارة وكانت خلاص بتعترف. الاتفاقية دي ايه بقى؟ رقم واحد ان هي تعترف على جوزها على بنجامين وكمان تشهد ضده في المحكمة. تاني حاجة ان هي تساعدهم وتوصلهم، تحكي لهم كل اللي حصل وتوصلهم لمكان الجثة. تالت حاجة ان هي تعدي من اختبار كشف الكذب من غير ما تفشل فيه. لو عملت التلات حاجات دول فهم مش هيتهموها بالقتل خالص، هم هيتهموها بس بالمساعدة في اخفاء جثة. فطبعا ده كان كنز بالنسبه لها في الموقف اللي هي فيه، وقبلت بيه وانهارت وبدات تحكي. اول ما بدات قالت ان هي ملهاش اي علاقه بقصه القتل، هي مش تبع القتل خالص، هو اللي حصل ان هم الاثنين في يوم كانوا نازلين يتمشوا، وهم بيتمشوا قابلوا كابل تاني اتعرفوا على بعض وقعدوا يشربوا مع بعض. فبنجامين فتح كلام قدام جوشوا ومارسا ان هم ما معهمش فلوس يرجعوا لبنسلفانيا، يعني يدفعوا حساب السويت يخلصوا ويرجعوا لبلدهم. قال ان جوشوا عرض عليه فلوس فهو رفضها في الاول وقال لا، وبعد كده جوشوا اصر، فهنا بنجامين قبل الفلوس. فبعد ما قبل الفلوس قال له لا انا ما بحبش يبقى ليا الدين على حد، تعالى هاخدك نروح مكان كويس انا عارفه وبروح فيه ونكمل الليله سوا هناك. وفعلا راحوا النايت كلاب اسمه سيكريتس وقعدوا هناك. وبعد ما خلاص بقى النايت بيقفل والدنيا بتقفل، هم ما كانوش عايزين يروحوا. ففي اللحظه دي اريكا طلعت يعني باقتراح ان هم يروحوا معاهم السويت بتاعهم، قالت لهم احنا عندنا مواد ممنوعه، عندنا مشروبات كتير، كمان عندنا جاكوزي، فتعالوا اقعدوا معانا وايه وسيبكم من ان انتوا تروحوا دلوقتي. وهنا هم فرحوا بالفكره جدا ورجعوا الاربعه للسويت بتاع اريكا وبنجامين. لما رجعوا السويت دخلوا والليله كانت جميله، وهنا اريكا قالت للشرطه انها الليله دي زي ما كل ليله من الجنه اتحولت لاكبر كابوس. بعد ما قعدوا اريكا اكتشفت ان محفظتها ضايعه، خد بالكم هم اساسا لسه مسلفينهم فلوس عشان يروحوا يعني. المهم محفظتها ضاعت، وبتقول ان المحفظه دي كان فيها خاتم من جدتها هديه، والخاتم ثمنه 10,000 دولار. فطبعا 10,000 دولار بالنسبة لإريكا اللي مش عارفة تروح ده رقم كبير، ففضلوا يدوروا. وفي الآخر بنجامين طلع مسدس من جيبه ووجه السلاح ناحيتهم وقال لهم يا يرجعوا الخاتم لإريكا يا هيموتوا النهاردة. طبعا هم ترعبوا جدا، وإريكا هنا طلعت تجري على أوضة النوم، اتصلت ب911
قالت لهم ان في ناس غريبة في الشقة عندها، وان هي شاكة ان هما بيسرقوها. بعد كده الخط قطع، او هي قفلت السكة في وشهم مش مشكلة. اتصلت تاني ولسه برضو بيقولوا لها لسه الناس موجودة، راحت بتقول لهم اه موجودة. بعد كده قالت لبتاع 911 معلش انا عندي مكالمة على الخط التاني، يعني هي تقريبا كانت بتكلم واحدة صاحبتها انا مش عارف، وقفلت السكة في وشه تاني. فالشرطة ما عبرتهمش طبعا، محدش راح لهم ولا حد، يعني انا لو مكانهم افكر ان ده حد بيهزر، يعني تتصلي بالشرطة وتقفلي وتقولي معايا مكالمة على الخط التاني، يعني حاجة غريبة جدا. المهم ان هي قالت ان هي قفلت عشان هي سمعت صوت اول رصاصة اتضربت في الليلة دي، فنزلت جري لتحت لقت بنجمان رابط جوشوا ومرسى في الحمام، ايديهم ورجليهم متربطين، وقافل الباب عليهم وبيقول لها نضرب على مين الاول، وبيضرب عليهم من ورا باب الحمام، يعني هو بيضرب الطلق كده عمياني. وفي 3 طلقات جم فيهم، في 2 جم في جوشوا وفي واحده جت في مرسى. فطبعا اريكا قالت ان هي في اللحظه دي اتصدمت واترعبت، مش عارفه تعمل ايه، وهو قال لها يلا ساعديني في ان احنا ننضف الجثث، فهي عملت اللي هو طلبه منها، ما عملتش اكتر من كده يعني. فهو قطع الجثث وراح لمهم في كيس زباله، وراحوا عند محل بقاله. محل البقاله ده اسمه فود اند لاين، او فود لاين على طول، سوري. راحوا المحل ده وراه في مكان اللي بيتجمع فيه الزباله، راحوا حطوه في الحاجات بتاعه الزباله اللي هناك، حطوا الجثث هناك وايه وخلاص، وسابوهم ومشوا. دلوقتي المحققين قالوا لها انت متاكده ان الجثث هناك؟ قالت ايوه. فبعتوا شرطي من عندهم يروح يتاكد ان في جثث هناك ولا لا. الشرطي راح ورجع وقال ان هي كدابه، مفيش حاجه هناك، هي صممت ان هم هناك. ففي شرطيه راحت معاها وراحوا للمكان عشان يلاقوهم، وهم في الطريق قعدت تحكي لها قد ايه بنجمان قتلهم بوحشيه، وقد ايه الموضوع صعب عليها، وقد ايه كان نفسها تتصاحب على مرسى، وهو اللي ضيع كل ده وكان ممكن يحل الموضوع بهدوء. المهم عماله تقومها على بنجمان يعني. وصلوا هناك، اول ما وصلوا راحوا برضو يدوروا في الزباله وما لقوش. فهنا الشرطيه في البيبي هي برضو صممت ان نفس المكان. الشرطيه فكرت في فكره حلوه جدا، قالت احتمال كبير يكون المكان الناس اللي بيجوا يلموا الزباله اخدوا الزباله دي وودوها لمكب النفايات الرئيسي، او اللي بيحصل فيه الريسايكلينج، اعاده التدوير عموما. فهي رجعت معاها اريكا للسجن، وهي بدات بقى يا جماعه تدور تعرف المسار اللي بتاع الناس اللي بيجوا ياخدوا النفايات دي بيودوها فين. وعرفت فعلا وراحوا هناك، ويوم 3/6 يعني بالظبط بعد 3 ايام من القبض على اريكا وبنجمان، قدروا ان هم يا جماعه يلاقوا الجثث بتاعتهم، بس ما لقوش كل الجثث للاسف. لقوا الرجل اليسرى لمرسى، ولقوا ايدين جوشوا، ايدين الاثنين، ولقوا الترسو بتاعه. لما اقول الترسو يعني راسه مش موجوده، ايدين الاثنين مش موجودين، ورجليه مش موجوده، المنطقه دي بس. لما جه تقرير الطب الشرعي عرفوا سبب وفاه جوشوا، وقالوا ان سبب وفاته كان بسبب الطلقتين اللي جم في صدره. انما طبعا هي بالنسبه لمرسى ما فيش غير رجل واحده، هيعرفوا لها سبب ازاي يعني، الموضوع صعب جدا. فالشرطه قالت ان هم ما قدروش يحددوا اذا كانت ماتت من طلق ناري ولا اذا كان حد طعنها. نرجع تاني بقى لبنجمان. بنجمان ما زال على نفس الوضع اللي هو عليه حتى بعد ما واجهوه بكل الادله دي. كمان الشرطه يا جماعه في الوقت ده ما كانتش عايزه خالص تكمل الديل معاها، فكرت، شافت دلائل كتير جدا بتدل ان اريكا كان ليها نصيب كبير في الجريمه غير اللي هي بتحكيه لنا. فالشرطه هنا قرروا ان هم ياجلوا اختبار كشف الكذب وما يعملوهالهاش. فهنا يا جماعه الشرطه برضو كان قدامهم حاجه لازم يعملوها، ان هم يفضلوا ياخدوا معلومات من الاثنين، كانوا عايزين يطلعوا اعتراف من بنجمان واعتراف من اريكا. طبعا زي ما قلت لكم بنجمان كان سايلنت. بعد كده جه للشرطه شاهد، الشاهد ده جه وشهد ان هو شافهم هما الاربعه مع بعض متجهين ناحيه نايت كلاب ذا سيكريتس، وشافهم وهما يعني ماشيين سوا. فطبعا بنجمان ما قدموش حاجه ينكر بيها دلوقتي، بس برضو ملتزم الصمت تماما. فدلوقتي المشكله عندنا في مين؟ في اريكا. اريكا بقى بداوا يكتشفوا عنها حاجات غريبه جدا. اريكا يا جماعه كانت واخده الخاتم بتاع جوشوا بعد ما قتلوه،
وحاطاه في سلسلة ولابساه على طول، ماشية بيه معلقة في رقبتها كأنه تروفي بالظبط. لو حد ما يعرفش ايه تروفي، دي حاجة للقتلة المتسلسلين عموما بيجمعوها كذكرى ليهم تفكرهم بجريمتهم او هما بيعتبروه انجازهم يعني. المهم كمان اكتشفوا في بيتها ان في زي كتاب كده كله قصاصات، وقصاصات الورق دي مش عنها هي وجوزها، لا دي هي ملزقة قصاصات بتقصها من الجرايد عن جوشوا ومارسا، وبرضو محتفظة بيهم. كمان عرفوا ان هي صورت بنجمان صورة، طلب منها يعني انها تصوره صورة وهو ماسك الباب، باب الحمام، عشان الناس تشوفه هو ماسك باب الحمام والرصاصات خارجة يعني داخلة جوه الباب وكده يعني. التاني برضو كان بيتصور كأنها تروفي بالظبط. كمان اكتشفوا ان اريكا بعد الجريمة بيومين راحت عملت تاتو جديد. مش بس كده، اريكا يا جماعة في تاني يوم ما رموا الجثث في الزبالة راحت لنفس المحل، محل فود لايون، عشان تشتري منه، بتعمل شوبينج فيه يعني، بتعمل شوبينج جنب المكان اللي رموهم فيه في الزبالة. فاقنعني انت ان واحدة جوزها غصبها على تقطيع ناس، وغصبها على قتل، وغصبها على ده كله، وهي فرحانة وكانت بتتعامل في كاميرات المراقبة بقمة الطبيعة يعني، طبيعية جدا مفيش اي حاجة. كمان راحت معاه انه هي يعني راحوا المحل اسمه ذا هوم ديبوت، راحوا المحل ده عشان يشتروا باب جديد، طبعا مش هيسيبوا لهم السويت كده، وعشان يعني يرموا القديم ويجيبوا ده، وعشان يشتروا دهانات يدهنوا البيت، واشتروا ادوات للتنظيف كتيره جدا. بعدين بعد كل اللي الشرطه شايفاه ده، هم واثقين ان دي مش مجرد اكسسوارز للجريمه، لا دي اداه من ضمن ادوات الجريمه زيها زيه، مشاركه بقسم كبير منه. فطبعا موضوع الصفقه ده بالنسبه لهم انتهى تماما، ولا كأنها عملت حاجة، ما استفادتش بحاجة في الآخر يعني. دلوقتي بقى نيجي إن خلاص في محاكمة هتتعمل، وكل الأدلة اللي عند الشرطة، الدم والدي إن إيه كله طلع لجوشوا والمرسى. فدلوقتي الشرطة جمعت الأدلة دي وهتبدأ المحاكمة. قبل ما تبدأ المحاكمة، أهالي الاتنين جم، أهل إريكا وأهل بنجما، الاتنين جم والاتنين فضلوا يتخانقوا في مركز الشرطة، العيلتين اتخانقوا مع بعض، ده يقول لا بنتك اللي عملت، لا ابنك اللي عمل، لا والله بجد يعني واقفين بيتخانقوا كده في مركز الشرطة، والشرطة جاية عايزة تعرف فيه ايه. هم فرحوا جدا ان هم قرايبهم عشان عايزين يستجوبوهم، لان غالبا الشرطة بتفهم اكتر عن شخصية المتهم من اهله. فهم قعدوا يهدوهم، اتضح ان الاهل من زمان، اهل البنت واهل الولد، مش موافقين اصلا على الجوازة، وكل واحده بتقول ان التاني هو اللي ضيع حياتها. فرحوا بس المنظر اللي شافوه ما عجبهمش يعني، مسخره يعني، فخدوا الشرطه عزلوهم عن بعض وبداوا يستجوبوا كل واحده لوحديها عشان يعرفوا معلومات اكتر عن اريكا وعن بنجامين. عرفوا يا جماعه ان اريكا وبنجامين اتجوزوا وهم عندهم 20 سنه، سنه 1998، يعني وقت الجريمه كان عندهم ما بين ال 24 وما بين ال 25 سنه. عرفوا ان اريكا كانت طالبة مثالية، بتطلع دايما الاولى على صفها، كانت محبوبة جدا، وكمان كانت محترفة في الباسكت بول، وكل المدربين بتوعها قالوا لها ان هي موهبة، وان اكيد ناس هتطلب منها ان هي تحترف في نوادي كبيرة بعد كده. بنجامين بقى كان في القوات البحرية وتخرج الاول على صفه هو كمان، واتقال بعد كده ان تم تصريحه لظروف يعني هو ما قالهاش. وبعدين الاتنين عايشين في بيتهم الخاص مع بعض، مرتاحين ماديا جدا يعني، مش محتاجين لكل التهريج اللي هما بيعملوه ده، وواضح جدا ان موضوع القتل وموضوع الكلام ده بالنسبة لهم بيعملوه بس عشان المتعة، عشان الادرينالين بيعلى في جسمهم ايا كان. في ناس كتير مريضة بتقتل للسبب ده، محدش يعرف. فهو دلوقتي الاتنين محبوبين، علاقتهم كويسة مع كل الناس، ما عندهمش اي سجل اجرامي نهائي، ده اللي الشرطة وصلت له من الاهل. بس ام بنجمان بتقول ان بنجمان تم تسريحه من الجيش لانه بدأ يغلط غلطات كتير، وبدأ يتعدى السلطات، وبدأ يغيب كتير، وكل ده حصل بسبب ان هو اتعرف على اريكا. في الجانب التاني ام اريكا بتقول ان السبب في اللي بيحصل لبنتها هو جوشوا، لا ما هو بنجمان سوري،
هو بنجمان، لان بنجمان يا جماعه بعد ما يعني تعرفوا على بعض هي بدات تدمن على المخدرات، فهنا جم يسالوا اريكا بقى ايه الموضوع، ايه هل كان بيسيء معاملتك، هل كان في حاجه. اريكا ما صدقت بقى، قعدت تحكي، قالت ان هو من اول يوم جوازه هو بيسيء معاملتها، ان عمره ما قال لها كلمه حلوه. المره الوحيده اللي قال لها فيها كلمه حلوه لما وافقت تروح معاه لنادي مش كويس، تمام مش هقول اكتر من كده. دي المرة الوحيدة اللي قال لها كلمة لطيفة فيها. قالت كمان انه فضل يزن عليها عايز طفل عايز طفل عايز طفل. وبعد ما حملت وكانت في الشهر الرابع، الاخ بنجامين طلب منها ان هي تجهض الطفل، واجهضت الطفل فعلا. وبعد لما سألته انت طب ليه خلتني احمل من الاول، قال لها ان هو عمره في حياته ما كان عايز عيل ولا كان عايزها تحمل، وان هو بس كل اللي كان بيعمله وبيقوله ده عشان عايز يعرف هل هي هتضحي بجمال جسمها وتحمل عشان خاطره ولا لا، يعني بتحبه ولا لا. انما روح الطفل اللي عنده 4 شهور اللي راحت هاتر دي يعني عادي كده، ما عندوش مشكلة فيها، هو بس كان بيختبر حبها. يعني انا بجد ما شفتش ندالة بالشكل ده، يعني حاجه مش طبيعيه. لا و4 شهور كمان، يعني هي كمان كان ممكن يحصل لها حاجه، كانت عدت الشهر الثالث. عموما يعني الاهل هنا الشرطه ما خدتش في كلامهم، لان هم اكتشفوا ان ام بنجمان ما تعرفش ان هو عامل تاتو كبير جدا على صدره، وكمان ام اريكا ما تعرفش ان هم عندهم تعابين كبيره في البيت وعايشين معاها. اه والله عايشين معاها تعابين. فبرضه ما قدرتش، فلما لقى الام اصلا، يعني انتوا مش عارفين الحاجات البسيطه دي هتعرفوا حاجة عن شخصياتهم، فطبعا ما استفادوش حاجة من الأم وكده. إريكا على فكرة يا جماعة كانت متصالحة جدا، وكانت قايلة إن هي عارفة إن هي مدمنة على مواد ممنوعة، وإن هي بتاخدها على الأقل 5 مرات في الأسبوع. طبعا هنا المحاكمة هتبدأ. محامي بنجمان قال إن هو ملوش أي علاقة نهائي باللي حصل، وان اريكا مجنونه يا جماعه، ولما بتاخد الممنوعات اللي بتاخدها دي على طول بتبقى عايزه تقتل حد، فهو بيسيبها بقى من كتر الزعاق بينام في العربيه تحت، وهو ولا يعرف جوشوا ولا يعرف مارسا ولا يعرف اي حاجه من اللي حصل ولا ليه ادنى علاقه بالجريمه، هو كان موجود بس في العربيه، وعشان هي مراته ساعدتها في ان هي تتخلص من الجثه. دي حاجه. في وقت بقى المحاكمه جت شهادة مهمة جدا، الشهادة دي كان اسمها ميليسا. ميليسا يا جماعة جت شهدت ان هي بعد 3 ايام من ما اعلنوا عن اختفاء جوشوا ومارسا كان ليها صديق اسمه دريسد، فدريسد ده راح لميليسا قال لها تعالي انا اتعرفت على كابل، والكابل دول مين طبعا يعني هيطلعوا معانا اريكا وبنجامين. دريسد ده اتعرف عليهم وقال لها تعالي وهنقضي سهره في بيتهم، وعندهم نفس السيناريو يعني بيتعاد من اول وجديد. فالبنت ميليسا وافقت وراحت معاهم، بس قالت انها من اول لحظه دخلت الباب عرفت ان في حاجه غريبه، لان هي لقت اريكا بتجري عليها جايه بتحضنها وبتبصها وهي ما تعرفهاش اصلا. وكمان دخلت قعدت لقيت الكل سكران، ولقيت يعني جو مش لطيف، وفجاه كده في وسط القعده قامت اريكا وقالت شنطتي، انتوا سرقتوا شنطتي، ال10,000 دولار، الخاتم، نفس الحوار تاني بيتعاد. وراح في نفس اللحظه بنجمان طلع مسدس من جيبه، خلوا بالكم الشهاده بتشهد ان دايما المسدس بيطلع من بنجمان. بنجمان طلع المسدس من جيبه ووجهه ناحيتهم وهددهم لو ما جابوش دلوقتي الشنطه بتاعتها هيقتلهم هما الاثنين، وقال لهم ما تخلونيش اعمل فيكم زي ما عملت في الاثنين اللي كانوا قبلكم. الاثنين اللي كانوا قبلكم ما طلعوش من هنا عايشين، خد بالكم برضه هو سكران، وبصوا على الباب ده وانتوا تعرفوا. الباب ده كان لسه ما اتغيرش ساعتها، فكانت لسه اثار الرصاصات اللي داخله من الباب موجوده فيه. فطبعا اللي قاعدين اترعبوا قالوا لا احنا هندور على الشنطه، وقاموا يدوروا على الشنطه فعلا ولقوها وعطوها له. وعلى فكره الشنطه دي ما بتضيعش، الشنطه دي تقريبا اللي بنتكلم عنهم دول من الواضح ان هم عملوا كده كتير قبل كده، ومن الواضح ان هم استغلوا حوار الشنطه الضايعه كتير برضو قبل كده. واحنا تقريبا قدام 2 يعتبروا قتله متسلسلين، انا مش يعني مش شايفه لهم معنى غير كده. والشرطه قالت ان الحاجه الوحيده اللي منعتهم ان هم يقتلوا ميليسا ودريسد هم ان هو مفيش وقت ان هم ينظفوا مكان مسرح الجريمه، لان كان لازم يعملوا تشيك اوت سوري من السويت تاني يوم.
فطبعا ما عندهمش اي وقت يرتكبوا جريمة جديدة، فعشان كده الاتنين دول ربنا يعني نجاهم بحياتهم. في حد تاني بقى جه برضه شاهد في محاكمة بنجامين، وهو صديق لي في البحرية وصديقه جدا كمان. صديقه جه وشاهد وقال ان بنجامين لما كانوا بيقعدوا مع بعض كانوا بيقعدوا يتكلموا، لو مثلا قتلت حد جثة هتخبيها ازاي وهكذا. فبنجامين كان دايما بيرد وبيقول ان الموضوع سهل، وان هو هيقطعهم ويحطهم في كاس زبالة ويرموهم في اي مكب بنفايات، وبكده محدش هيعرف يلاقيهم تاني. وده فعلا اللي عمله في جوشوا وفي مرسى. كمان قال الراجل ده، خلوا بالكم هو كمان كان متسرح برضو من البحرية، عشان برضو يعني ان هو كان بيتعب يغيب بيتحدى السلطات، نفس النظام يعني. فشهادته خدوا بالكم المحكمة ما كانتش واخدة بيها قوي، بس برضو كلامه معقول. قال ان هو كمان في مرة من المرات قال لبنجامين ان هو عايز يتخلص من مراته، فبنجامين هنا عرض عليه ان هو يديله 20,000 دولار وهو يقتله مراته. فطبعا الصديق ده كان بيهزر، فطبعا يعني الموضوع اتقلب هزار، بس وقال انه وقتها بنجامين كان بيتكلم بجد وفاكرني ممكن اعمل كده بجد. محاكمة بنجامين خلصت بانه اتحكم عليه بتهمة القتل من الدرجة التانية لمارسا، ما تهموهوش بأي حاجة تخص جوشوا نهائي، ولا قتل أول ولا قتل تاني، هو بس القتل التاني لمارسا. وخلوا بالكم القتل التاني لمارسا ده يعني هو اتحكم عليه ب 38 سنة بس. دلوقتي تاريخ إطلاق سراحه عدى 2021، بس مفيش أي أخبار نهائي عن إن بنجامين خرج من السجن نهائي. الله اعلم هم رفضوا اطلاق سراحه في 2021 يمكن عشان الوباء اللي كان منتشر، بس لحد دلوقتي ما فيش اي اخبار عن اطلاق سراحه. بس الادعاء اللي كان شغال في القضيه دي قال انه مش هيسيب ولا جلسه لو الجلسات دي اتعملت غير لما يروح ويوري كل الناس اللي هناك صور تقرير التشريح عشان يعرفوا ان شخص زي ده ما ينفعش يخرج ثانيه واحده بس من السجن، وما فيش اخبار لحد دلوقتي عنه. اخر حاجه بقى محاكمه اريكا، كان في شاهده واحده بس اللي جت، والشاهده دي كان اسمها ان شافت اريكا قدام المحل اللي هو ذا هوم ديبوت لما كانوا رايحين يشتروا باب ويشتروا دهانات. فاريكا كانت ماشيه ماسكه قطعه خشب مثلثه، فان دي وقفتها بتقول لها ايه ده انت هتستخدميها في ايه؟ فراحت قايله لها تخيلي دي الحاجه الوحيده اللي فضلت من باب الحمام بتاعنا. فالست رجعت لورا كده قالت لها ليه كان عندكم حفله كبيره قوي كده؟ ردت عليها وقالت لها مع الأسف أيوة كان عندنا حفلة حلوة ويا ريت كنت موجودة. قام طلعت شهدت بالكلام ده وقالت إن إريكا كانت طبيعية جدا ما فيهاش أي حاجة. الشرطة يا جماعة حاولت كتير جدا تدي لإريكا يعني تديها زي مساحة كده إن هو ما يشكوش فيها، إن هي ممكن تكون فعلا مصدومة من اللي شافته ويكون هو جابرها على كل اللي حصل ده، فعلا كانت مجبورة إنها تشارك في كل ده واللي فيها من الصدمه، خصوصا ان هي واضح ان عندها امراض نفسيه يعني هي مش طبيعيه. ممكن اي حد على فكره بيمشي على الممنوعات لفتره طويله جدا بيوصل لمرحله ان ما بيبقاش طبيعي. فالشرطه برضو كانت شاكه في كده، بس مع الاسف لا طريقتها ما اتغيرتش طول الجريمه، هي لا مبالاه. كمان اكتشفوا ان اللي كانوا بيسرقوه من المحل تيشرتات، كانوا سارقين تيشرتات وشورتات حاجات بس عليها اللوجو بتاع المحل، يعني حاجات تافهه جدا، ما فكروش يسرقوا اي حاجه غاليه من المحل، وبياخدوا الحاجات دي يبيعوها على موقع اي باي بارقام تافهه جدا. فالشرطه هنا يا جماعه اتاكدت ان هم السرقه والقتل وكل الحاجات اللي بيعملوها دي بيعملوها عشان المتعه مش اكتر، هم متعتهم في ارتكاب الجرائم ان هم يعدوا منها. المهم يا جماعه اريكا هنا هتصدموا زي ما انا اتصدمت، اتحكم عليها الاول اتهموها بالقتل من الدرجه الاولى لجوشوا والقتل من الدرجة التانية لمارسا، واتحكم عليها بالسجن مدى الحياة بلس 20 سنة، يعني هتتسجن مدى الحياة لما ما ماتتش في مدى الحياة في 20 سنة تاني، يعني مستحيل تخرج من السجن. ودي حاجة غريبة جدا، معلش يعني اريكا ساعدتكوا كتير، عملتوا معاها ديل ورجعتوا فيه، انا ما بدافعش عن مجرمة بس ده الحق، عملتوا ديل ورجعتوا فيه، وقفت جنبكم ساعدتكم. اللي دان اريكا واللي خلاهم يعملوا كل ده ان الرصاصات كانت طالعه من مسدس اريكا. طب ما حدش جه في باله اساسا ان المسدسات دي مش مرخصه، يعني مش باسامي حد، ما حدش جه في باله ان ممكن هو خلاص بدل مع المسدسات عشان عارف ان ده اللي اتقتل بيه.
فعشان كده لما اتقبض عليهم في الشارع او اي حد وهو نازل بياخد اي مسدس وخلاص، هو مش لازم يبقى بتاعها هي، يعني في احتمال كبير جدا ان المسدسات اتلخبطت بالصدفه، هم اعتمدوا ان ده مسدس اريكا لما قبضوا عليها بيه ساعه موضوع السرقه، انما غير كده ما عندكوش دليل ليه ادي الواحد 38 سنه وانا واثقه وباين جدا للكل ان هو اللي عمل ودبر كل حاجه، وادي واحده وقفت جنبي وودتني للجثه. ساعدتكو كتير يعني، على الاقل كان المفروض تاخد حاجه تخفيفا ليها عن اعترافها، يعني حتى ده ما حصلش. حتى كمان قدمت بعد كده سنة 2010 قدمت طلب استئناف على أساس إن هي قالت، لأن أنا معترفة بس أنا وقتها كنت تأسيسي تحت تأثير مهدئات وممنوعات كتير، فكانت عايزة تستأنف القضية بتاعتها بس برضو ده اترفض. زي ما قلت لكم لحد دلوقتي هو مش معروف خرج من السجن ولا ما خرجش. وبكده أنا أكون خلصت قضية النهاردة، أتمنى تكون القضية عجبتكم وأتمنى تستفيدوا منها. مهما كنت في رحلة أو في غير رحلة، بلاش تتعرف على حد غريب وتديله ثقة لدرجة إن أنت تدخل بيته. خليك دايما عادي، حتى لو هتتعرف على شلة صحاب جديدة خليك في مكان عام عموما عشان محدش يعرف الناس دي، خصوصا اللي في المدن السياحية تبقى جاية منين. أنت متعرفش هو أصله إيه ولا ممكن يعمل فيك إيه، هو شوية وراجع بلده تاني محدش هيعرف يلاقيه. فأتمنى أتمنى يعني أكون في التوكم، وأتمنى تقولوا لي رأيكم، هل أنتم موافقين على الحكم اللي اتحكم على إريكا؟ انا من رايي، وانا ما بحبش ادي رايي في القضايا، بسيب الامر ليكو عشان ما حدش يتردد في ابداء رايه هو، يعني لا عادي خلينا نختلف في الراي عادي. بس عموما المشكله اللي انا شايفاه ان اللي حصل ظلم كبير وحرام، ان هو كان ما كانش المفروض يحصل، كان المفروض الاثنين يبقوا زي بعض والاثنين يتعاقبوا نفس العقاب على الاقل، يعني دي اسوأ الفروض، لان المفروض اريكا كمان كانت تاخد حاجه، لان هي اللي نطقت، هي اللي اتكلمت، هي اللي اصلا عملت لكم القضيه اللي اتهمتوها بيها، هما من غير جثه ومن غير كل الحاجات اللي هي وريتها لهم دي ما كانش هيبقى عندهم قضيه، خلاص هيفضلوا شاكين فيهم بس في دم في بيته مش احنا، ما كانش هيقدر يبني قضيه اصلا ويسجن حد. بس ده اللي حصل، واتمنى انتوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في قضيه جديده. سلام.